هلا دكتور. هلا هلا ابو ضياء. انا موجود بالعياده، المفروض عندي موعد اليوم عندك. السموحه والله السموحه، انا بالشويخ وقاعد ادور لمكان يبدل تواير. صدق عاد ما عندك احد؟ اي صاحبي سافر وما ادري وين ابدل الحين. زين وين كنت؟ ويني انا؟ شوف يساري فطاير الشويخ. عفوا عليك موضوعك عندي الحين، الحين مسافه الضريج عندك. هي حياك، تعال تعال حيا. هلا دكتور. يا هلا والله. هذه شركه زيت. هذه زيت. ايش فرقها عن باقي المحلات؟ وايد فرق، في عندهم وايد ميزات، تعال قول. يلا. حتى لما يرد رفيجك من السفر ما راح تغيرون. يا سلام، يلا خلينا نشوف. ما شاء الله عالم من التواير هني. ايه عندهم كل الاشكال والاحجام. اقول لك ميزتهم الاولى بالتاير تايلند. التايلندي من مهندسه؟ مهندس نفسه اللي يسوي تواير مشلم. مشلم ما عليه كلام، مو يعطيك سنه واحده كفاله، يعطيك سنتين كفاله على التاير. وغير كذي الحين الفتره الحاليه احنا طلعنا من الصيف، يبي لك تودل تواير حق الشتاء، فعندهم ميزه انك تاخذ ثلاث تواير والرابع مجاني، سواء تبي حجري تواير بالون، تبي تواير ربع حجري نص حجري كل شيء. وغير كذي عندهم تواير مخصصه حق السيارات الالمانيه بي ام بورش، وعندهم تواير حق الامريكي، عندهم تواير الدراج ريس. كفاله وكفاله، الكفاله على شنو بالضبط؟ كفاله طال عمرك على النكشه والصعروره والصرخ. تواير الربع حجري ونص حجري يضمن لك انه من غير ونه نهائيا. هذه وين تحصلها بالكويت كلها؟ من غير ونه؟ شو قاعد تفكر؟ شنو يبي له ركب على الرينج؟ تم بضيه. بخصوص الكفاله، كل التواير سنتين كفاله؟ عندك سنتين على التاير تايلندي، وعندك التاير الصيني درجه اولى وهندسه المانيه كفالته سنه، وعندهم وايد خدمات ثانيه منها الهيئه الاماميه والسحكيه وافرعهم بالجهره والشويخ والفيحي، ارقامهم موجوده تحت. وهم دكتور ترى عندهم قسم خاص حق قطع الغيار والبطاريات. واللي يبي مكانهم هذه فطاير الشويخ، وهذه زيتكس قباله بالضبط وبس فقط.